لأول مرة تبدي الحكومة السورية استعدادها للحوار مع أكراد سوريا بشأن إقامة إدارة محلية في الشمال السوري، وذلك في الوقت الذي تعلن فيه دمشق رفضها القاطع لاستفتاء الاستقلال في أقليم كردستان العراق. يأتي ذلك مع سعي أكراد سوريا لاستكمال انتخابات رئاسية لكياناتهم الثلاثة المعلنة من جانب واحد في الشمال السوري، والتي سبق لمسؤولين فيها أن أعلنوا عن طموحاتهم في أن تمتد رقعتها لاحقا بعد توحيدها في كونفدرالية واحدة حتى البحر الأبيض المتوسط. معنا من لندن مدير مؤسسة غانتس للأبحاث عمار وقاف، ومن إربيل عضو الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني السوري حواس خليل. كما نذكركم مشاهدينا أن بإمكانكم المشاركة في هذا الحوار عبر طرح أسئلتكم واستفساراتكم عبر حساباتنا على تويتر وفيسبوك. وأبدأ معك أستاذ عمار، يعني هذا التحول في موقف وليد المعلم، هو قبل أشهر قال إن حرب الأكراد ضد داعش مشروعة ونحن منفتحون، هل هذا الكلام يأتي في إطار السياسة وترتيب البيت الداخلي للنظام وتقليل الأعداد الذين سيواجههم بعد القضاء على داعش، أم أيضا هو تمرير لرسائل وسط المواجهة القريبة بين قوات النظام والأكراد في دير الزور؟ مساء الخير. هناك الموضوع شائك قليلا، هناك عدة أوجه لهذا الكلام. بداية الدولة السورية يعني هي هذه ربما أول مرة تتحدث بوضوح حول مسألة أنه طالما هذا هو العنوان فلا بأس بهذا العنوان، يمكن أن يطرح الموضوع للنقاش. لكن سابقا كانت أبدت يعني مرونة بأن هؤلاء يعني الأكراد هم مواطنون سوريون، وإذا في يعني عندهم قضايا معينة فبالتالي ممكن الحديث فيها. هذه أول مرة يطرح موضوع الحديث والنقاش تحت عنوان معين ألا وهو الإدارة المحلية. لماذا تطرح الآن الدولة السورية هذا الموضوع؟ هناك عدة قضايا. أولا هناك خوف من تورط، ربما هكذا تنظر هي، من تورط الإخوة الأكراد مع الولايات المتحدة أكثر فأكثر، مما سوف يشرعن أو قد يشرعن أو يطيل أمد وجود الولايات المتحدة وهي دولة عظمى بطبيعة الحال في الأراضي السورية بشكل يمكن يعني أن يسبب مشاكل للسوريين جميعا. فإذا القضية هي تذكير ربما بأن هناك قواسم مشتركة وبأن هناك مسائل يمكن الحديث عنها، هذا أولا. هناك أيضا أشخاص آخرين سوريين آخرين موجودين في تلك المناطق التي حاليا هي مسرح عمليات لمثلا قوات سوريا الديمقراطية التي يسيطر عليها الأكراد وتدعمهم الولايات المتحدة. هؤلاء الناس يعني ربما هم بحاجة لتطمينات مثلا من الدولة السورية بأن الموضوع يعني لن يتحول ربما لحرب، وأن كل الأمور يمكن بحثها على الطاولة أو أمور معينة يمكن بحثها على الطاولة وما شابه. هذا ربما المبعث الأساسي للأكراد. طبعا هناك نظرية أخرى تقول بأن هذا نوع من يعني إقامة الحجة، بمعنى أن هناك فكرة أخرى تقول أو يعني وجهة نظر أخرى في المسألة تقول بأن الدولة السورية ربما اتخذت قرارا ما بأن هذا الطرف أي طرف الأكراد قد تماهى أكثر من اللازم أو تجاوز خطوطا معينة فيما يتعلق بالتماهي مع ما تريده الولايات المتحدة في سوريا، وبأن هذا الكلام من السيد وليد المعلم وزير الخارجية إنما هو عبارة عن إقامة حجة، وهي تعلم الدولة السورية بفرض هكذا هي الأمور فعلا بأن الأكراد يعني سوف يتابعون في هذا الطريق، وبالتالي الدولة السورية تكون قد أخلت مسؤولية معينة لمواجهة مرتقبة. يمكن النظر للمسألة من الجهتين، وإن شاء الله يعني تكون الأمور يعني بأقل مشاكل ممكن. أستاذ حواس، يعني هذه النزعة الانفصالية بعد معاناة طويلة، الأكراد حرموا من الجنسية في سوريا، مناطقهم كانت مناطق مهمشة وربما لم يصلها شيء من كل التقدم الذي كانت تصل إليه عدد من المحافظات السورية قبل هذه الحرب. السلطات الكردية أجرت الأسبوع الماضي هذه الانتخابات المحلية، وهي تتجه في يناير المقبل لانتخاب أيضا برلمان. هل كلام المعلم هو استباقي ولتدارك الموقف وكي يقول إن دمشق لديها سلطة على هذه المناطق التي تقع في أيدي الأكراد؟ مساء الخير. في الحقيقة يجب أن نعلم جيدا بأن هذا النظام حاول بداية الثورة السورية
أن يقسم بين المجتمع السوري وبين فئات ومكونات المجتمع السوري. وكان هناك دعوات للأحزاب الكردية التي يمتد تاريخها إلى عقود من الزمن، وكان بطلب أو لإبراز وأظهار نفسه بأنه حامي المكونات التي هي كانت محرومة كما تفضلت من خلال كلامك من كل شيء يتعلق بحقوق الإنسان، عوضا عن حقوق القومية للشعب الكردي في سوريا. وليد المعلم أتوقع تصريحه الآن يأتي في سياق الاتفاقيات التي تحصل أو الهدن المحلية التي حصلت في مناطق متفرقة من سوريا واستطاعوا أن يستفيدوا منها كنظام حكم في دمشق. بقناعتنا النظام المركزي بكل الوسائل وبكل أشكاله لا يمكن أن تكون نظاما ناجحا في سوريا، وهو النظام قد انتهى دوره، لا يؤدي إلا إلى الاستبداد والدكتاتورية، وهذا أثبتت تاريخ سوريا طريقة أو شكل النظام المركزي وما يؤدي إليه من نتائج في المراحل المقبلة. بالتالي النظام اللامركزي ورؤيتنا كمجلس وطني كردي منذ البداية أن أفضل شكل لسوريا المستقبل هي أن تكون سوريا دولة اتحادية لوضع شروط اطمئنان لكافة مكونات المجتمع السوري ولكي يدير أبناء كل منطقة مناطقهم بحرية وبجو من الديمقراطية. إن كان وليد المعلم جادا فيما طرحه اليوم فيجب عليه أن يكون جادا بالمفاوضات التي تحصل في جنيف بوفق قرارات دولية واضحة وبإشراف دولي واضح. فبالتالي الوضع العام، الوضع السوري العام بحاجة إلى معالجة، وضمنها بكل تأكيد القضية الكردية، قضية شعب كردي التي عانى جميع أنواع الظلم على عهد هذا النظام وقبل هذا النظام أيضا. فبالتالي تطبيق القرارات الدولية والدخول بشكل مباشر في المفاوضات بشكل مركزي تحت قبة الأمم المتحدة هو الوسيلة الأفضل للوصول إلى سوريا خالية من الاستبداد، سوريا يدير أبناؤها بنفسها أمورهم وشؤونهم الداخلية، وهو سيكون الحل الأنسب للوضع السوري العام. إذا عدنا لموضوع الفكرة التي طرحت حضرتك أو جاء من خلال السؤال، النزعة الانفصالية لدى الأكراد، هذا السؤال في الحقيقة بحد ذاته بحاجة إلى بعض التوضيح. النزعة الانفصالية مما تأتي برؤية ومنهجية الأحزاب الكردية في كردستان سوريا، لا يوجد هناك أي نزعة انفصالية، إنما كان اتهام يتوجه إلينا من قبل هذا النظام دائما لمجرد قيامنا بأي نشاط أو عمل سياسي. الضغط الذي ولد والحرمان وعدم السماح لشعب أصيل يعيش على أرضه أن يمارس حقوقه الطبيعية هو بالتالي يبعث أو يدفع بهؤلاء الناس لأن يكون نعم. أن سأعود عن معك أستاذ حواس تحديدا إلى هذه التعقيدات التاريخية الأمنية والمعاناة الطويلة، ولكن أستاذ عمار هنالك أيضا استحالة لجمع هذه المقاطعات الثلاث في سوريا، إن كان مقاطعة الجزيرة أو كوبامي أو حتى عفرين المعزولة، هل سيكون من السهل أم أن المسألة يعني شبه مستحيلة؟ الحدود التركية، موقف أنقرة من قوات سوريا الديمقراطية والعلاقة مع حزب العمال الكردستاني الذي تعتبره أيضا عدد كبير من الدول وفي طليعتها أنقرة بأنه حزب إرهابي. دعنا نتجاهل المحيط بداية ونركز على الداخل. القضية الأساسية نعم ربما الأكراد مثلهم مثل العرب، يعني في نهاية الحرب العالمية الأولى عانوا من التقسيم، يعني نحن كمان كعرب اجت سايكس بيكو وقسمتنا إلى دويلات وما زلنا نعاني حتى الآن من هذه المسألة. كل ناس يحق لهم الشعور بهوية معينة والتحدث عن وحدة معينة لكينونة معينة، هذا أمر طبيعي، ليست هناك مشكلة. أين المشكلة؟ عندما تتعارض المصالح بدل أن تتقاطع، وعندما يشعر إنسان سوري آخر موجود ضمن سوريا بتهديد معين لمصالحه أو ربما لوجوده في حال الأقليات العربية ومثلا الأشوريين والكلدان وكذا
والسريان الموجودين في مناطق الجزيرة العربية وما شابه. فيما يتعلق بسؤالك، في الأساس لو كان هذه الوحدة الجغرافية موجودة لربما كان من الأسهل الحديث فعلا عن مفهوم الانفصال وتكوين دولة معينة كما نرى الآن، يعني مثلا في شمال شرق العراق. لكن كون هذه الجغرافية غير متوفرة، فالإخوة الأكراد ربما انتقلوا إلى المشروع الآخر الذي أقرب إليه، ألا وهو محاولة إقناع الناس الموجودين في تلك المناطق من عرب وقوميات أخرى بأنه يا أخي طيب أنتم تعانون من مظلومية مشابهة كمظلوميتنا. وبالمناسبة يعني قضية الظلم الذي تعرضوا إليه وما شابه، يعني أبناء الريف في المناطق النائية، يعني إذا ذهبت إلى دير الزور وإذا ذهبت إلى إدلب وإذا ذهبت إلى الساحل، أبناء الريف في أي منطقة نائية يعني هم يعانون من ضيق أفق وضيق حال اقتصادية في كل أنحاء سوريا. يعني طبعا بطبيعة الحال نعم هناك كان قضايا معينة تتعلق بالثقافة الكردية، مثلا تدريس اللغات وما شابه، وهذه صحيحة. إلا أن حاول الأكراد إقناع ربما العرب الآخرين ومن يشاركونهم على هذه الأرض بأن يا أخي تعالوا لنستفيد مثلا لنستفيد من هذه الخيرات التي توفرها هذه البقعة التي نعيش عليها، ويمكن أن نقوم مثلا بإدارة هذه الموارد بشكل ديمقراطي وأفضل وما شابه. المشكلة التي نعاني منها هي أنه عندما نقوم بأي كيان، وهنا يعني طرحنا مفهوم الفيدرالية قبل قليل وبأن سوريا يجب أن تكون دولة اتحادية، لا يستطيع أي مكون سوري أكراد ولا غير أكراد أن يفرض على بقية المكونات أنهم عليهم أن يعيشوا بدولة فيدرالية. إذا كان هو مهتم مثلا هذا المكون بفيدرالية معينة يمكن أن أطرح الأمر، أما أن يجبر الجميع على العيش في كيانات فيدرالية كون هو يريد ذلك هذا لا يمكن أن يحصل. نعود إلى الفكرة، يعني عندما هم يقولون لهؤلاء الناس بأننا نحن بإمكاننا أن ندير مثلا ثرواتنا بشكل أفضل ونحقق تنمية أفضل، وهذه كلها طبعا بطبيعة الحال أهداف نبيلة، تحقيق تنمية أسرع وما شابه، عندما يؤثر هذا الكلام على بقية السوريين فسوف يقاومونه. يعني هناك مشكلة عضوية هنا هي تعارض المصالح. طيب تعارض المصالح هذا إلى أين يمكن أن نسمح له أن يذهب؟ إلى صدام أم إلى حديث؟ لا، إلى حديث يكون أفضل بطبيعة الحال، لأننا نريد أن نتجنب دمارا أكثر من الدمار الذي وصلنا إليه، وبالتالي الجميع مدعوون إلى الجلوس إلى طاولة. يا أخي أنا أريد هذه وأن تريد تلك، هذه نستطيع أن نوافق عليها، هذه لا يمكن، ماذا تعطينا مقابل ذلك؟ ويصبح يعني نوع من النقاش. نعم. في هذه اتضحت هذه الصورة أستاذ عمار. القسم الثاني من السؤال أستاذ حواس، وتحديدا يعني موقف أنقرة بعد كلام أردوغان اليوم بشأن استفتاء أقليم كردستان، هذا الموقف الصريح من منطقة كردستان السورية أو روجافا، الربط أين أيضا بين المقاتلين الأكراد في سوريا وحزب العمال الكردستاني الذي تعتبره أنقرة منظمة إرهابية، ألا يفرض أيضا استحالة في الجغرافيا واستحالة مع المحيط؟ دعني في البداية أوضح نقطة أساسية. من حق الشعوب وجميع القوانين والمواثيق الدولية تقر بحق الشعوب تقرير مصيرها، وبالتالي نهنئ شعب كردستان بكرده وعربه وسريانه وتركمانه بتقرير مصيرهم في هذا اليوم التاريخي بالنسبة لهم، وهذا الشعب توجه إلى تقرير مصيره نتيجة توجه الحكومة المركزية، ونتمنى أن لا يصل الحال في سوريا. فنبقى في موضوعنا الأساسي تحديدا كردستان العراق، في كردستان. نعم. نعم. وروجافا والدور التركي. نعم نعم، في الحقيقة أثبتت التجربة خلال عقود من الزمن، وأثبتت التجربة خلال السنوات الفائتة من الثورة السورية بأن لا يوجد هناك أي تهديد كردي للمصالح التركية. بالعكس، تركيا هي دولة جارة، وتركيا هي أكثر دولة احتضنت السوريين سواء كانت من اللاجئين وبكرده وعربه وبكل مكونات الشعب السوري. الجغرافيا الجزء الأساسي من سؤالك، بالنسبة لجغرافيا سايكس بيكو عندما قسمت كما تفضل ضيفك الكريم، قسمت المناطق العربية بالإضافة للمناطق الكردية. جغرافية كردستان هي جغرافيا متواصلة، يعني يربط يقابل المناطق الموجودة في كردستان سوريا نفسها أهلهم وأقاربهم من بكردستان العراق وكذلك بكردستان تركيا.
فبالتالي هناك مصالح متبادلة وهناك روابط اجتماعية وثقافية وقومية تربط مصالح هؤلاء الناس في كل جزء من أجزائه ببعضهم، لا يمكن أن يشكل أي خطر على الطرف الآخر، فهو بكل تأكيد تشكيل خطر عليه نفسه، لا يمكن للإنسان أن يشكل خطرا على الطرف الآخر. تجربة إقليم كردستان مع تركيا أثبتت بأنها من أكثر الناس الذي حافظت على أطيب العلاقات، وسواء كانت من ناحية الاقتصادية أو من ناحية الأمنية، ولم يكن هناك تأثير من حيث العلاقة حزب العمال الكردستاني وما ما هو موجود بداخل تركيا. شأن تركي هو شأن داخلي، ليس له علاقة أبدا بما يحصل في الأجزاء الأخرى. نحن نعتبر أن الواقع السوري أو واقع مناطق الكردستانية في سوريا يجب أن يتمتع بأفضل العلاقات مع تركيا كدولة جارة، لأن لنا حدود طويل وجغرافيا طويلة مع الدولة التركية الجارة والصديقة. وكما قلت هناك تجربة إقليم كردستان أثبتت ذلك. إنما الوضع الداخلي التركي ووجود القضية الكردية في تركيا هي أيضا بحاجة إلى معالجة حقيقية على طاولة الحوار والبحث فيها لمعالجة هذه القضية. ونحن كحركة سياسية كردية دائما من دعاة السلام ومن دعاة الحوار لإنهاء هذه القضايا الخلافية، ونرى حل أي أشكالية يتم من خلال الحوار وليس من خلال العمليات المسلحة وليس من خلال القتال الداخلي بين أبناء الشعب الواحد أو أبناء الدولة الواحدة. وما نطمح إليه في المستقبل أن يتم الدفع باتجاه حل هذه القضية. القضية الكردية هي بحاجة لمعالجة بشكل تام وإنهاء ما تعرضوا له أثر اتفاقيات لا ذنب لا للعرب فيه ولا ذنب للكردي فيه ولا ذنب للتركي ولا ذنب للفارسي، وإنما هي اتفاقيات دولية تأثر فيه بشكل أكبر الكردي والعربي، وبالتالي عليهم أن يتحاوروا لمعالجة هذا الموضوع. أستاذ عمار، تحدثت منذ قليل عن هذا الخليط العرقي للشمال السوري، هذا التداخل بين عرب وتركمان وأكراد وأشوريين وسريان وأرمن، ولكن أيضا هذه السنوات سنوات الحرب أعادت رسم الديموغرافيا في هذه المنطقة مع يعني الهجرة الكبيرة إن كان للمسيحيين أو حتى يعني التركمان الذين بأعداد كبيرة تركوا هذه المناطق وعادوا بها إلى تركيا. يعني كيف نجح أيضا الأكراد، كيف استفادوا الحرب السورية، وكيف استخدموا هذه الأوراق للضغط أكثر إن كان على الخارج لاستجلاب هذا الدعم الأمريكي وأيضا على النظام اليوم مع موقف المعلم؟ بداية كمان الأكراد هاجروا كثير، يعني في الهجرات صحيح. هي التي حدثت، يعني هي من كل الناس الذين تأذوا اقتصاديا أو حتى ربما أمنيا من هذه المأساة يعني التي نعيشها. وهناك يعني حسب ما نسمع من تصريحات هناك مشاكل ما بين الأكراد أنفسهم يعني تتعلق بالسيطرة السياسية وما شابه. الآن المشكلة هي ليس يعني هي تبدو للوهلة الأولى استجلاب للدعم الأمريكي، لكن الولايات المتحدة بالأساس هي تبحث، يعني هناك فرصة أتيحت لها في العام 2011، هناك خلخلة معينة ضمن الدولة السورية، هي حاولت استثمار مجموعات مختلفة من السوريين عن طريق دعمهم، عن طريق ربما إيهامهم حتى بأنها هي قادمة عسكريا وستأتي طائرات الناتو كتفعل مثل ما فعلت مثلا في ليبيا وما شابه. بقية المجموعات ربما ما يسمى بالجيش الحر أو شيء، يعني هناك تنازع هائل فيما بينها، ويعني كل وحدة تابعة مثلا لدولة إقليمية معينة، ومعدين هناك لدينا مسألة هذا متطرف كثيرا وهذا متطرف أقل قليلا. لكن الأكراد يشكلون ربما وحدة متجانسة أكثر من نوع معين، وبالتالي كان الاستثمار فيها من البداية العائد تبعه المرتجى كان أعلى بكثير. الآن واقع الحال أن الولايات المتحدة تخلت عن كل تلك المناطق تقريبا أو على الأقل اسميا، وهي تحاول الاستثمار في منطقة شمال شرق سوريا. إذا أتت الولايات المتحدة، وهنا نقطة مهمة جدا، إذا أتت الولايات المتحدة وقالت أنا أريد أن أتدخل في سوريا لكي أضمن الحقوق الشرعية للأكراد وتطلعات المشروعة للشعب الكردي، فهذا التدخل سوف يصطدم بتطلعات مشروعة لكل الناس الموجودين هناك
العرب موجودون، الكلدان، الأشوريون، مسيحيون، تركمان، أرمن، كل الناس ما زالت موجودة يعني. ومن خرج إلى خارج سوريا هو بإمكانه أو يفترض أن يكون بإمكانه أن يعود إليها لاحقا بعد عودة الأمن والاستقرار. فهؤلاء أيضا لديهم تطلعات. الولايات المتحدة إذا اتبعت قضية أخرى أو يعني نقلت يعني كما نقول الجير أو يعني القضية إلى درجة أعلى من السلم وقالت طيب أنا إذا استطعت أن أقنع كافة المكونات في تلك المنطقة عربا وأكرادا ومسيحيين وما شابه بأن يؤسسوا كيانا معينا، أستطيع عندئذ ديمقراطيا على أساس، أستطيع عندئذ أن أقول أنا أريد أن أتواجد كي أحمي هذا الكيان الديمقراطي. لكن المشكلة أنه لا توجد ثقة، يعني أنا أتحدث مع الناس في تلك المناطق وتردنا معلومات، لا توجد ثقة، الجميع متخوف. الآن يريد مثلا الأخوة الأكراد إدارة ذاتية، طيب وبكرة شو؟ وطيب وبعد بكرة شو؟ إذن لا توجد ثقة. هذه الثقة على الأغلب المفقودة أستاذ عمار مع الولايات المتحدة ومع واشنطن. أستاذ حواس بدقيقة واحدة من فضلك، هل هذه الثقة موجودة مع النظام السوري بعد هذا الموقف الاسترضائي وما يحصل عن الأرض من مواجهات حتمية إن كان على مشارف الرقة في مناطق المتنازع عليها قرب الفرات أو حتى في دير الزور بين الأكراد وقوات النظام والميليشيات؟ اسمح لي بس في نقطة توضيح بأن التغيير الديمغرافي التي تعرض له المناطق الكردية قبل بدء الثورة السورية ومنذ السبعينات يعرفها ضيفك الكريم، وهناك عشرات القرى العربية التي تم إيجادها في المناطق الكردية لتطبيق رؤية محمد طلب هلال، دراسة محمد طلب هلال. بموضوع سؤالك الأساسي وجود الثقة، بكل تأكيد ليس هناك أي ثقة مع هذه الحكومة، لأنها كانت هي السبب بما وصل إليه وضع الشعب الكردي في كردستان سوريا، وكان بإمكانه هي الحكومة كان بإمكانها معالجة هذا الوضع. وأصلا انطلقت نبض الثورة السورية من نبض الثورة الكردية التي انطلق به الشعب الكردي منذ عام 2004. فبالتالي لا يوجد هناك ثقة بهذه الحكومة، كما قلت في بداية المسألة، إن كانت الحكومة جادة بإيجاد حل للمسألة عليها أن تلتزم بقرارات الدولية وأن تعود إلى مفاوضات جادة في جنيف. عضو الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني السوري حواس خليل، كنت معنا من إربيل ومن العاصمة البريطانية لندن. مدير مؤسسة غانسس للأبحاث عمار وقف، شكرا جزيلا لكما.